النهارده الرئيس السيسي راح الامارات في زياره اعلن عنها المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي من خلال الموقع الالكتروني لرئاسه الجمهوريه. الرئيس السيسي رايح يقابل الرئيس الاماراتي الشيخ محمد بن زايد ال نهيان. طبعا العلاقات بين مصر والامارات فيها فصول طويله جدا من الخصوصيه، في روابط وفي تعاون وفي تنسيق حوالين مختلف القضايا والازمات الاقليميه والدوليه. طبعا في اهتمامات مشتركه كبيره جدا ما بين مصر والامارات. اخر زياره الرئيس السيسي الإمارات كانت في فبراير اللي فات لما ترأس مشاركة مصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي. دايما طبعا بنسعد جدا بوجود حالة عربية من التنسيق والتشاور والاتفاق حول المصالح العربية المشتركة اللي تخدم شعوبنا من المحيط للخليج. طيب النهاردة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر طلعوا بيان نشدوا فيه الرئيس الترشح لفترة رئاسية جديدة علشان استمرار بناء الدولة الحديثة وعلشان استمرار الدور الريادي للجمهورية الجديدة في المنطقة وعشان مساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة. حزب إرادة تجيل طالب بإجماع قياداته وأعضائه دعم الرئيس السيسي للترشح لانتخابات رئاسية مقبلة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على استقرار مصر أمنيا والحفاظ عليها على المستوى الإقليمي والدولي. حزب الشعب الديمقراطي كان له نفس الرأي في مطالبته وتأييده لترشح رئيس السيسي لخوض الانتخابات، وقال انه بيؤيده بكامل قياداته واعطائه على مستوى الجمهورية من اجل صالح الشعب المصري ومستقبل الاجيال الجاية. حزب المصريين كمان اكد دعم اعضائه لترشح الرئيس للانتخابات، وارجع ده لاستكمال خطط بناء مصر والعبور بيها للجمهورية الجديدة، وان القرار ده سند حجم الإنجازات اللي اتحققت على أرض مصر في العشر سنين اللي فاتت ولانحياز الرئيس للفقراء ومحدودي الدخل والحفاظ على كل الإنجازات اللي تحققت. طيب